بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق 11 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس هيئة رعاية شؤون الخيل. كما أقيم السباق أيضا على كأس شركة الحواج، وكأس مؤسسة الأيام للنشر، وكأس شركة إسكون، وكأس مؤسسة أهل الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخيرة. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كأس شركة الحواج للشوط السادس من السيد عبد الوهاب الحواج مدير عام شركة الحواج، الذي قام بتقديم كأس الحواج للشوط الثاني إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس. فيما قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بتقديم كأس الشوط السابع إلى عبد الله وسلطان بن شريم، فيما قدم السيد يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، فيما قدم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة إسكون كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، ثم قدم السيد نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للنشر كأس الشوط الرابع إلى الفائز الفارس جيرالد موس، فيما قامت السيدة هدى الخالدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخيل بتقديم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، بجانب تقديم جائزة إلى المضمر والفائز الفائزين بالمركز الأول في الشوط الخامس. هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.